اهلا وسهلا ايتما ذي ستما مانيك تلام، تحية نضالية للمناضل الاحرار والحرائر في كل مكان، تحية نضالية الى الاسرى المعتقلين في سجون العصابة العلوية. ايتما ذي ستما، كما العادة ريخت سور خت مازيرت، لكن مش سور خت مازيرت ورنا دي فهم غلط المجموعة، لهذا سأختار أن أتكلم دائما كما أقول بلغة المحتل، أتكلم باللغة العربية تفاديا أو إيصالا للخطاب للجميع. النقاط الأساسية التي أريد أن أتناولها في هذا المساء وأن أتقاسم مع المناضلين والمناضلات في كل مكان هي الآتية: أولا، المسيرات التي تنظم في أوروبا هي مسيرات إيجابية 100%. أنا يعني حضرت بعض المسيرات، ولكن لدي ملاحظات، وهذه الملاحظات هي إيجابية، ليست هي ملاحظات هدامة. أولا، المسيرة التي تقام في أوروبا سواء في هولندا أو في فرنسا أو في إسبانيا أو في أي مكان، هي إما أنها مسيرات تنقصها خبرة التنظيم، يعني أن التنظيم أو المنظمين ليست لهم خبرة في تنظيم المسيرة خاصة في أوروبا، أو أنهم يحملون أشياء لا نعرفها. لماذا؟ لأنني أنا أولا حضرت مسيرات هنا في هولندا، كانت مسيرات رائعة، حضور يعني رائع، ولكن الخطاب الموجه للهولنديين، أنا استغربت بأن الهولنديين سألوني: من أنتم؟ ماذا تريدون؟ الهولنديين وقفوا في الشوارع ينتظرون: من هم هؤلاء؟ هؤلاء لاجئين سياسيين، أو هؤلاء أكراد، أو هؤلاء أتراك، لا يعرفون. لماذا؟ لأننا نحن نعتمد على الشعارات باللغة العربية أو بالأمازيغية أو بالدارجة، ولكن الهولنديين لا يفهمون لا اللغة العربية ولا الدارجة ولا الأمازيغية. لهذا أقول مستقبلا عندما الشعارات الموجهة باللغة العربية أو بالأمازيغية أو بالدارجة هي شعارات نفهمها نحن الحاضرون، ونعرف لماذا جئنا هناك، ونعرف الأسباب التي جلبتنا إلى هناك. يعني لا داعي لتكرار الأشياء التي نعرفها كحاضر، ولكن الخطاب موجه إلى الغربيين، وإذا أردنا أن نوصل رسالتنا إلى الغربيين وأن نضمن تعاطف الغربيين الذين وقفوا على الأرصفة، آلاف الهولنديين يتساءلون: من أنتم؟ علينا أن نظهر لهم على أننا مغاربة أمازيغ، لدينا أسرى في سجون العصابة العلوية، ونريد تحرير الأسرى، نريد تحرير الأسرى، مما يعني أن نرفع لافتات تكتب باللغة الهولندية، نعطي الكلمة للذين يتقنون اللغة الهولندية، ونفس الشيء عليه أن يقع في فرنسا، في إسبانيا، في إيطاليا، في ألمانيا، في السويد، في النرويج. علينا أن نتكلم بلغة الأرض وبلغة البلد، وعلينا أن نظهر للمواطنين الحاضرين والوافدين لمعرفة مشاكلنا، علينا أن نعرف. أما إذا تكلمنا بالدارجة أو بالأمازيغية أو بالعربية لا يفهمنا أحد. يعني هذا تعليق بسيط، هذا ليس نقد هدام، ولكن نقد لبناء المستقبل.
هناك مسيرة ستقام في أنتفيربن، في أنفيرس، في بلجيكا. سأحضرها ربما. أتمنى أن تصحح الأخطاء التي وقع فيها المنظمون في مسيرة معينة. هي ليست أخطاء قتيلة، ولكن ربما نقص في التنظيم، في التجربة في التنظيم. وإذا كانوا يعني العقدة عندنا احنا في المغرب هو أن الإنسان إذا لم تكن لديه خبرة لا يسأل أحد، يعني اسأل آخرين كي تكتسب الخبرة. يعني لو كان أنا طرحت لي الفكرة كيف سنظم المسيرة، ستكون عندي أفكار أخرى وآراء أخرى وأهداف أخرى من أجل تبليغ رسالة معينة إلى الرأي العام الوطني في البلد الذي نعيش فيه. هذا هو القصد ديالي، يعني راه قصد ماشي مسيء وماشي مضر، ولكن أنا بغيت باش أي مسيرة يعني يستنتجوا منها الناس ولا يستفدوا منها المنظمين، ماشي يستفدوا منها ماديا ولكن يوصلوا الخطاب ديالهم حتى ماديا، يفتحوا صندوق. نحن مستعدون للدعم المالي من أجل كتابة لافتة باللغة ديال الأرض، اللغة ديال هولندا ولا بلجيكا ولا سويسرا ولا فين ما درتو مسيرة، خص تكون لافتات باللغة ديال البلد اللي درتو فيها المسيرة، خص يكونوا الشعارات باللغة ديال البلد اللي درتو فيها المسيرة، خص تكون الكلمة تلقى الكلمة باللغة ديال البلد اللي كنتو فيها، لأننا حنا أصلا جينا للمسيرة لأن عارفين شنو كاين، ولكن الناس اللي جاو يتفرجوا، الناس اللي جاو يشوفوا، الناس اللي جاو عندهم حب الاستطلاع، خصهم يعرفوا علاش حنا تما، وشكون حنا، واش بغينا، يعني باش نوصلوا الميساج ديالنا. هذه الامر تنتمنى انني ما نطولش فيه. هذا ما يتعلق بشق المسيرات اللي تتقام في اوروبا. انا تنتمنى مستقبلا تكون احسن من السابقات، تكون احسن. انا حضرت وعندي تعليق وعندي راي، وكنت قررت كاع نكتب مقال، نشر مقال في جريده القدس العربي باش ننبه المنظمين، ولكن الوقت ما تسمحش، وماشي الوقت، لانني الوقت كان الشغل، كان شيء، كان وبعض المحبين ديالي اللي يعني اللي تيتقاسموا معايا الافكار، بان في شهر غشت غادي يصدر الكتاب ديالي باللغه الهولنديه. انا لست واحدا منهم، انا لست واحدا منهم باللغه الهولنديه. ايك فاز نويت ان فان هن. المهم باش يعني في نهايه غشت، وهذا هو اللي كلفني الوقت وشد لي الوقت، ويعني باش ما نكونش حاضر في اي مكان اضافه الى الشغل، لان الشغل بعض الاحيان تنظم مسيره في السبت وانا خدام السبت، يعني ما عندي كي دير، يعني ما ندخلش في التفاصيل. كاين قضيه اخرى هي محاكمه الاسرى. كونوا على يقين، انا اقول لكم بكل صراحه، لان هناك خطاب في اوروبا يا بوعي او بغير وعي، انا ما غاديش نتهم الناس نقول مخابرات ولا غير مخابرات، يا بوعي يا بغير وعي، هناك خطاب يقول تلطيف الجو، تهدئة الجو، التزام بشعارات معينة. لماذا؟ حماية للأحكام الصادرة على الأسرى. هذا خطأ فادح، هذا خطأ فادح، لأن العلويين لا يؤمنون إلا بالقوة، لا يؤمنون إلا بالتصعيد. لو صعد المهاجرون المغاربة في الخارج، يعني تصعيد ورفعوا شعارات إسقاط الدكتاتورية العلوية، إسقاط محمد السادس، كونوا على يقين بأن الزفزافي والأسرى سيصدر في حقهم العفو. لماذا؟ لأنهم يريدون، يعني يحاولون الصلح مع المهاجرين، ولكن إذا كان المهاجرين يقولون سنرفع شعارات إسقاط الفساد، إسقاط المخزن، عاش الريف، عاش، هذه شعارات لا تمس الطغيان العلوي، لا تمس الدكتاتورية العلوية في شيء، إذا أن الأحكام ستكون قاسية في حق الزفزافي وفي حق مجموعات المناضلين الأسرى. وأنا أقول لكم تجربة في المغرب،
خذوا على سبيل المثال محاكمة عبد الرحيم بو عبيد. عبد الرحيم بو عبيد أول وزير مالية في المغرب في حكومة عبد الله إبراهيم، قرر أن الدكتاتور الحسن الثاني يحدد له الأجرة ديالو، يحدد له الأجرة ديالو ويقول له ها المداخيل ديالك المالية وها الأجرة ديالك، أنت تسود ولا تحكم. نهار حكمه خاف من شي واحد؟ ما خاف من حتى واحد. نهار كانت الكونفدرالية الديمقراطية الشغل هي الأوج في المغرب وشد الأموي وحاكم عليه وحكموه سنتين سجنا لأنه أدلى بتصريح لجريدة البايس الإسبانية وقال فيه بأن المغرب فيه البانديا وسيأتي يوم سيبحثون عن قارب سيفرون به ولن يجدونه. عطوه عامين الحبس. البلعوشي ولاد الحسيمه اللي تتعرفوه المحامي البلعوشي، عفوا الا قلت السميه ديالو غلط، اللي دار تصريح في دوزيام، دار تصريح بان تجار المخدرات يحموهم القصر، خرج من استوديو دوزيام اعتقلوا عطوه سنتين ديال السجن. العلويين لا يخشون احد، يعني راه انتوما المهادنه ديالكم ولا هذوك الحيوان، انا اسمحوا لي على هذه الكلمه لان ما كانتش تخرج لي، بعض انا تنسمع بعض الافواه، تنسمع بعض الافواه انا تنعتبرها حيوانات تتعيش في اوروبا وتتقولك بالتهدئه وتتقولك بالتغيير وتتقولك بالاصلاح وتتقولك بالمصلحه العامه شوف الناس اللي تتهضر الاصلاح وبالتهدئه وبالمصلحه العامه، انا لا اتحدى احد، ولكن انا سبقت هاد الناس هادو 10 سنوات في حزب سياسي وعرفت بأن حزب سياسي معارض، وعرفت بأن لا صلح لا إصلاح لا تهدئة لا هم يحزنون مع العلويين. الشيء الوحيد اللي ينفع مع العلويين هو التصعيد، التصعيد التصعيد، يعني عندك قوة تقدم الأمام أهلا وسهلا، وخلي المنصات للجمهوريين، وخلي المنصات للمقاومين، خلي المنصات الذين لا يخشون احد. وإلا ما عندكش القوه سير تكمش وانسحب وبقى في دارك احتراما لنفسك، احتراما لنفسك. راه ما كاينش شي واحد اللي غادي يجي يعطي الدروس للاخرين بان التهدئه وبان الوعي وبان هاد الامور هذه تمارست منذ مولاهم اسماعيل، منذ مولاهم اسماعيل وهما تيمارسوا هذه اللغه هذه، ان الانسان يكون واعي، ان الانسان الواعي، وان الانسان المثقف، وان الانسان الذي يدرك، وان الانسان الذي يعلم، وان الانسان هو الذي يقبل بالطغيان العلوي. هذا هي الحقيقه. يعني ما تسمعوش لدوك الابواق اللي تجي لا من بلجيكا ولا من هنا ولا من هنا وتدعيوا انهم فاهمين وهما في اخر المطاف. البعض منهم انا تنقول لكم البعض منهم ابحثوا في التواريخ ديالهم وابحثوا في الارشيف ديالهم انهم كانوا مراسل ديال جريده الصباح، وجريده الصباح ديال الدليمي ديال مخابرات المغرب، مخابرات مدير جريده الصباح من المخابرات، وناس ديالها مراسلين ديالها وجيو الان يعطيو الدروس للاخرين ويقولوا لهم بعد ما تم طردهم يقولوا يعطيو الاخرين ويقول لهم لا خصنا ما خصناش المغامره، ما خصناش رفع الشعارات القويه، ما خصناش هذه، خصنا التركيز على الاصلاح والتركيز عادي لمصلحه المعتقلين. الذي يرى مصلحه المعتقلين انا اقول لكم بكل صراحه هذوك ماشي معتقلين، هذوك اسرى، اسرى بين ايادي العصابه العلويه. والذي يرعى ويرى وينظر الى مصلحه هذا الاسرى هو انه يؤمن بالتصعيد، بالتصعيد بجميع اللغات. تصعيد، انا ماشي قلت لكم التصعيد هو الكفاح المسلح، راه مازال ما وصلناش لمرحله الكفاح المسلح. التصعيد اللغوي، رفع الشعارات، سقف الشعارات، اسقاط الدكتاتوريه العلويه هو الشعار الانسب. لان احنا تنعيشوا في اوروبا، احنا احرار، احراق عالم اليوطي. علاش انتم صاحبي بنادم في فلسطين كاع حرقوا حمار كاع، صوروا عليه علم اسرائيل وحرقوا حمار، هذه جريمه ضد البيئه وضد الحيوان، وحنا ما قديناش نحرقوا رايه اليوطي في مسيره معينه. احراق رايه اليوطي، المطالبه باسقاط الدكتاتوريه العلويه،
المطالبة بإطلاق سراح الأسرى، بتحرير الأسرى. وإحنا لا نطالب العلويين بإطلاق سراح الأسرى، نطالب المجتمع الدولي للقيام بمسؤوليته وبواجبه من أجل تحرير أسرانا الموجودين في سجون العصابة العلوية. يعني هذه هي اللغة الحقيقية. إذا ما كانتش هذه اللغة، راه إما بشعور أو بغير شعور، إما الإنسان عميل، إما أنه متخلف، إما أنه جاهل. والمطلوب، أنا أقول لكم المطلوب، أنا الإنسان مثلا يوبا جا من ألمانيا والناس ما تخليش يتكلم في المنصة، علاش؟ شنو غايقول كاع؟ شنو غادي يقول؟ يعلن انقلاب؟ شنو غايقول؟ يعني باش تشوفوا بأن هناك شيء يجب إصلاحه، هناك شيء يجب تصحيحه، وفي العقول ديال البشر. ناط دار مسيرة في أوروبا، نحن نعيش في دول ديمقراطية. الإنسان اللي بغى يتكلم يتكلم، الإنسان اللي بغى يقول شي حاجة يقولها، وكل واحد يتحمل المسؤولية ديالو. راه هنا ماشي مثلا شي جمعية غادي دير مسيرة وغادي دير منصة، وإلا قال شي واحد شي حاجة غتعاقب ديك الجمعية. الجمعيات لا تعاقب ولا تحاسب إلا إذا وقع التدمير والتكسير والتخريب، وهذه الأشياء راه ما غاديش توقع. يعني كلمة يقولها أي إنسان، المنصة مفتوحة أمام الجميع، وإلا إذا كنا تنجيو من منظمين لأنهم منظمين بترخيص هولندي ولكن بتوجيهات ديال الديكتاتورية العلوية، وحنا غير مرحب بنا. هذه حقيقة. يعني أنا ما تنضرب في حد، ولكن تنقول لكم بأن المستقبل يتطلب الصراحة والوضوح والتصعيد. التصعيد مع العلويين، راه التصعيد هو اللي غادي يطلق لكم الأسرى. راه إلا مشيتوا في التهدئة أنا نقول لكم راه من 1958 الأمازيغ في التهدئة. عدوا به قتلوه، علاش؟ لأن الأمازيغ دخلوا في التهدئة، دخلوا في السياسة ديال العلوي. عبد الرحيم بو عبيد دخل السجن لأن حزب الاتحاد الاشتراكي، حزب القوات الشعبية، دخل في التهدئة. نبيل الأموي أدى ضرائب السجن لأن الاتحاد الاشتراكي والكونفدرالية الديمقراطية دخلت في مؤسسة التهدئة. بن سعيد تحكم عليه مرتين بالإعدام لأن حزب الاستقلال دخل في سياسة التهدئة. واش نعطيكم؟ واش غنسمي؟ واش غنسمي؟ واش غنسمي؟ راه خص كتاب في هذه الاشياء هذه. راه خصك بعد اولا ما تدخل وتدافع على مساله التهدئه حتى تكون ملم بالتاريخ ديال الاجرام العلوي، باش تكونوا يعني صرحاء. راه التصعيد هو اللي غادي يحرر الاسرى، التصعيد هو اللي غادي يحرر الاسرى. والتصعيد راه ما طلبناش منكم سميتو المدرعات الروسيه، راه ما طلبناش منكم الكلاشينكوف، راه طلبنا منكم غير التصعيد اللغوي، التصعيد اللغوي وباللغه ديال البلد اللي تتعيش فيه. اسقاط الديكتاتوريه العلويه، اسقاط المجرم محمد السادس، اسقاط الارهابي محمد السادس، اسقاط تاجر المخدرات الاول محمد السادس. يعني هذه هي اللغه التي تنفع. اما فيما يخص هذه الديكتاتورية العلوية اللي تتلعب على الشعب المغربي وعلى العواطف الشعب المغربي، المجرم محمد السادس هرب 4 شهور، هرب. علاش هرب؟ شكون تعرفوا المغاربة هرب؟ أو لأمرين. أولا أنه مريض، مريض يعني في الجسم ديالو، مريض في العقل ديالو. والسبب ديالو أنه حتى سلمى هربت منه، يعني سلمى هذيك اللي تعتبروها الزوجة ديالو هربت منه، واخا انها كانت الزوجه ديال الحارس الشخصي ديالها فكري، هربت منه. يعني هذا الوصول الحقيقي بان هناك شيء يعني يدور حول هذا المجرم، يعني انه مريض، مريض في الجسم ديالو، ومريض في النفس ديالو، ومريض في الممارسات ديالو، وهرب 4 شهور. لماذا هرب؟ علاش؟ لانه هو اقال حسني بن سليمان. فهموا المغاربه، خصكم تعرفوا بان نهار قال العنيكري، العنيكري داروه تحت الاقامه الجبريه لانه خافوا منه. نهار قال حسني بن سليمان اهرب من المغرب 4 شهور لانه خاف من حسني بن سليمان، لان الدرك تدرب تحت تدريبات حسني بن سليمان وتحت توصيات حسني بن سليمان، وتحت هناك صراع في القصر ما بين جناح المجرم محمد السابع اللي هو علي الهمه،
وما بين حسني بن سليمان وما بين فلان وفلان وفلان. والمجرم علي الهمام محمد السابع راه هو تيبرمج خوه دراكي باش يكون هو في المكان ديال حسني بن سليمان. حسني بن سليمان ما غاديش يسرط هذه الهزيمه وما غاديش يبلع هذه الهزيمه. والديكتاتور محمد السادس خوفوه قالوا له سير في حالك هرب باش نجيب الجسد ديالك وبالجسم ديالك، لان راه اللي تيدور بك راه ماشي ساهل. خصكم تعرفوا راه اللي تيدور في القصر راه أسوأ مما تتوقع. اذا هذه الاشياء هو اللي تتجعله هرب، اولا المرض البدني والجسدي، ثم المرض النفسي، ثم الخوف من انقلاب الدرك بالخصوص الدرك، ولهذا هرب. ومحمد السابع هو اللي تحكم. يعني الشعب المغربي راكم يعني الامر راه التغيير بين شعرات معاويه كما تيقولوا، راه التغيير راه لو كان طاف الشعب المغربي اسبوع راه غادي يهربوا. علي الهمه غادي يهرب، المجيدي غادي يهرب، بوهمو غادي يهرب، معتصم غادي يهرب، عزيمان غادي يهرب، أزولاي غادي يهرب. هادو هما اللي تحكموكم. اما محمد السادس راه ما تحكمكمش، محمد السادس راه عايش في فرنسا، راه مهاجر، راه غادي يدخل معاكم مع المهاجرين. يعني خص الشعب المغربي يعرف شكون اللي تيحكمو. راه العلويين انتهوا، محمد السادس انتهى، ولكن تيوجدوا داك القلش ديال ولد فكري باش غادي يطلع عاود تاني يلعب معاكم هاد اللعبه هادي. يعني راه الحل بين يديك الشعب المغربي، اما ان تنتفض واما ان تموت، يعني موت منتظر. كاين اشياء اخرى، هاد العلويين هادو تيضحكوا على الشعب المغربي. يعني 4 شهور هو هارب خواف، في هذا رمضان جا وتوزع القفه. اشنو فيها؟ فيها قلب السكر، فيها البيدود الزيت، وفيها 5 كيلو ولا 3 كيلو ديال الطحين. توقعوا معايا انتوما، انا نقول لكم بكل صراحه، توقعوا معايا انتوما شكون هي العائله اللي غادي تعيش شهر بقلب السكر وبطارد الزيت وبالقرفه ديال وب 3 كيلو ولا 4 كيلو ديال الطحين. انا نهار كنت انا في المغرب شكاو لي العيالات في ازرو، قالوا لي جابونا وسجلونا نهار جا المجرم باش يوزع القفات، واعطونا لا كارت، عطاوهم لي كارت بانهم شدوا ديك القفه 30 يوم، 30 يوم كل نهار هما تيشدوها، وهما شدوها مره واحده نهار جا الديكتاتور. انا في اي مكان، في اي موقع، في اي، هذا نشهد لكم بهذه الشهاده هذه، ونقدر نجيب لكم حتى الضحايا الا بغاو يتكلموا يقولوا هذه الحقيقه. هذه تنقول لكم في مدينه ازرو، انا ما خليت حتى بلان، انا مشيت للناظور، مشيت للازرو، مشيت للعروي، مشيت لعين زورة، مشيت للدريوش، مشيت للخنيفرة، مشيت لأي المريرت، مشيت لأي مكان فيه مشكل تنمشي ليه، لأنني كنت مراسل جريدة الوال وكنت تنسمع الناس، تنمشي الناس باش نسمع مشاكلهم، ماشي الناس اللي يجوا عندي، أنا كنت تنمشي الناس باش نسمع مشاكلهم، أنا كنت نتسلف باش نمشي وباش نسمع المشاكل ديال الناس. يعني أنا ما بغيتش المشاكل ديال الناس تجي عندي، أنا خصني نمشي ليها. يعني اشياء غريبه تتوقع، يعني توزيع القفه راه تتوقع في 3 سكوند باش التلفازه تتصور ودوك المجرمين الصحفيين تيصوروا بان المجرم عطى القفه، تتم ديك التصوير في 3 سكوند، تيمشي في حاله المجرم وتتبقى ديك 3 سكوند تدور في الاعلام وتدور في المخيله ديال الانسان بان هذا الديكتاتور راه تيعطي شي حاجه. وراه هنا في اوروبا راه ما تيعطيكش، تيقولك هذا حقك. حقك شنو هو حقك؟ هو أجرة شهرية للتعويض على البطالة، أجرة شهرية للتعويض على البطالة. أنا تنخدم، أنا غدا نضرب التليفون نقول لهم أودي أنا ما بقيتش بغيت نخدم، أنا عيان، أنا مريض، أنا ما بغيتش نخدم. ما غاديش يقولك هو دبر راسك، لا، الأجرة ديالك الشهرية غادي تستمر. مثلا اللي تتخدم عنده ما يخلصكش، ولكن يصيفطك للتأمين والتأمين هو يخلص لك، والطبيب ديال التأمين يصيفطك يكشف على الآخر ديالك، يشوف مالك، يعطيك شهر شهرين، يقولك سير ارتاح، وإلا ما كاين والو يصيفطك للضمان الاجتماعي، يعني يقولك سير لواحد الصندوق آخر اللي تاخذ فيه أجرة شهرية ديالك، وهادي تيعملوها بزاف ديال المغاربة، ما تيخدمش كاع نهائي. ما جا ملك د هولندا عطاك الأجرة، ما جا ملك د هولندا عطاك البون، ما جا ملك د هولندا عطاك الشيك، ما جا ملك د هولندا تصور معاك، ما يا. وفي المغرب، بلادكم، أرضكم،
التربه ديالكم، وجا واحد محتل، جا واحد قريشي مازال تيدعي في الخطابات ديالو بان جدو الرسول، وتيجي واعطيك قفه فيها قلب السكر، جوج ترود الزيت، 3 كيلو ديال الطحين، ويعطيك ويقول لك عيش بيه عام، ومازال انتم تضحكوا وتتامنوا بهذا الشيء. يعني دوك الناس، حتى دوك الناس اللي خصهم يشدوا القفه ما خصهمش يشدوا ديك القفه كاع اصلا. ونقول لكم انا حتى حكايه ديك القفه، راه الاشياء اللي تتعطى في المغرب بالمجان انا نقول لكم فين تيجيبوها، الملايات ولا الحوايج ولا كل شيء، داك الشيء اللي تتعطى بالمجان تيجيبوه في الاشياء اللي تتشدها الديوانه من المهربين. راه الديوانه تتشد مهربين، تجيبو مثلا من مليليا وسبته ومن مناطق اخرى، تجيبو السلع بالكاميونات. دوك المهربين مثلا ما تيدوروش ولا ما تيديروش، لا الديوانه تتشدهم، ولا بعض الاحيان لان عندهم واحد العدد خصهم يسمحوا له، واحد العدد خصهم يشدوه، لان مثلا واحد المتحكم في الديوانه تيقول لهم جيبوا لي مثلا 20000 ريال ولا 30000 ريال في النهار، تيشدوا الرشوه رشوه رشوه، ملي توصلوا ديك 30000 ريال تيحبسوا الباقي تيشدوه. هذوك الناس اللي تيشدوهم وتيفرغ لهم ديك السلع وتيعتقلوا لهم دوك الاشياء وتيجردوهم من دوك السلع، دوك السلع تيجمعوها واحد الدبو، وفي داك الجميع ديالها واحد النهار تيجي الديكتاتور تيوزع، تتوقع كارثه ولا وقعت هادي، وتيقول لك الديكتاتور عطى ملايات، الديكتاتور عطى هادي، الديكتاتور هادي كلها راه من دوك المهربين اللي تشدت منهم. يعني من لحيتو القملو، هادي هي اللغه ديال المغاربه، من لحيتو القملو. راه الديكتاتور ما تعطيكم حتى حاجه، الديكتاتور تيسرق. راه شتي ديك القفه باش يعطيها لك؟ راه هادشي تنقول لكم، ماشي تنزيد انا، اقسم لكم بشرفي الا تنقول لكم الحقيقه، راه الا قفه تعطيها لك فيها 10 دراهم، فيها كاع 100 دراهم، كاع نقولوا حنا فيها 50 دراهم، راه هو الديبلاسمون ديالو باش جا من الرباط للمكناس وراه دا فيها مليار. وراه دوك القفات كاملين اللي عطاكم وراه ما تيسواوش التنقلات ديالو، يعني غير يجلس في القصر ديالو، غير يجلس في الجحر ديالو، وداك مليار ديال الديبلاسمون ديالو يقسموها على المواطنين، راه ما غاديش تجيك القفه، غادي تجيك اجره شهريه. ونهار تنقول لكم انا مليار، انا تنتحمل المسؤوليه ديالي، الناس المنظمين للزياره ديال الديكتاتور انا حكاو لي شحال من الاشخاص تيخرجوا للمنطقه نهار تيبغي الديكتاتور يتحول. مثلا الديكتاتور جا من الرباط لمكناس، شحال ديال الاشخاص اللي تيجيو لمكناس يدرسوا الوضع في مكناس، ويجلسوا في القهاوي ويسمعوا اش تيرددوا الناس، ويباتوا في لوطيلات، ويوجدوا هذه الزياره، ويتجسوا على الامن، ويتجسوا على الجيش، ويتجسوا على القشالي، ويتجسوا يعرفوا واش الامن كاين في البلاد في مكناس عادي يجي. وشحال تيسوى هادشي؟ شحال تيسوى الديبلاسمون؟ شحال تيسوى المبيت في الفنادق؟ شحال تيسوى البيراني سكرو؟ شحال تيسوى باش ياكلوا؟ راه الملايير، الملايير باش يجي الطاغيه الديكتاتور يعطيكم قفه. افهموا المغاربه، فيقوا، راه هذه هي اللغه الحقيقيه، هذا هو الواقع. يعني انا ما غاديش نزيد في التفاصيل، لان الا جيت غادي نكتب كتاب في هذا الموضوع هذا ما غاديش نكمل. اذا كاين شيء اخر، هو المساله اللي وقعت الان واللي تتوقع الامازيغ. يعني كونوا صراحة المغاربة، سولوا راسكم، ديروا الدينا، ديروا البحث، تلقاو راسكم بانكم امازيغ وافتخروا بها، افتخروا بانكم امازيغ، الا ان فيكم البعض مستعرب. ولكن الدخلاء العلويين اللي تينسبوا راسهم للرسول، وتينسبوا راسهم لاهل قريش، وتينسبوا راسهم لابو لهب، تقتلوا الامازيغ، وتقتلوا الامازيغ ببرودة دم. شوفوا من القرن 16 من مولاهم اسماعيل، شوفوا شحال من امازيغي مات، وشحال من قبيله تبادت، وشحال من قبيله تهجرات من المكان ديالها ومن الارض ديالها، وشحال وشحال وشحال، حتى الحمايه الفرنسيه اللي جابوه، والحمايه الفرنسيه اللي طردت الامازيغ وجردتهم من الملايين الهكتارات ديال الاراضي ديالهم. الى يومنا هذا كاع دعوهم، علاش تيقولوا بقرع الله المغرب؟ علاش تيقولوا بقرع الله؟ لان علال الفاسي في مرحله معينه جمع الامازيغ وقال لهم ما عندكم ما ديروا بالمدرسه الفرنسيه راه حرام، وما تسجلوش ولادكم في الادارات الفرنسيه راه حرام، وما تمشيوش للمدارس تقراو راه حرام،
وما يعني كل شيء حرام. يعني الامازيغ ما سجلوا ولادهم، ما سجلوا اراضيهم، ما سجلوا شيء. قال لهم نجيب لكم البقر وتربوا البقر وتديروا الحليب وديروا غتربحوا. والامازيغ تقوهم، ولهذا سموهم بقر علاه. يعني الامازيغ ما سجلوش ولادهم، ما عندناش تاريخ الازدياد. اغلب الامازيغ ما عندهمش تاريخ الازدياد، عنده يلاه السنه، ما عندوش الشهر، ما عندوش النهار، حتى عيد ميلاد ديالو ما يحتفلش به. ما عندناش مثلا التسجيل ديال الاراضي، وملي ما عندكش التسجيل الاراضي ديالك تياخذوك تيجريو عليك من الارض ديالك، تيجردوك من الارض ديالك. ولكن يعني ان الامازيغ تعرضوا للاباده، ماشي تعرضوا للاحتلال، الويندال، البيزنطيين، الرومان، ولكن أسوأ سرطان تعرضوا له الامازيغ هو هذا الاحتلال العروبي الاسلامي. هذا الاحتلال العروبي الاسلامي اللي يعني سرطان دائم بقى في الجسم الامازيغي الى يومنا هذا. والعلويين جزء لا يتجزأ من هذا السرطان. انتم ما تشوفوا الان الامازيغ في الارض ديالهم، يعني التاريخ يعترف بان الارض للامازيغ، وبان شمال افريقيا للامازيغ، وبان ما يسمى بالمغرب الاقصى للامازيغ. ولكن الامازيغ يهانون، يضربون، يقتلون، يعني ما يقع في جامعه اكادير أن تأتي عصابة قومجية عروبية كي تمنع الأمازيغ من اجتياز امتحان في اللغة الأمازيغية، راه هذا لا يقع، لم يقع في هتلر، لم يقع في مع ستالين، لم يقع مع بينوشي. هذه الأشياء راه ما وقعتش في العالم، راه يعني هذه الأشياء راه هناك حد، هناك حدود لا يجب تجاوزها. يعني اذا تم تجاوز هذه الاشياء والامازيغ قبلوا بهذا الامر، راه الامازيغ لا مكان لهم، يعني راه لا قيمه لكم. لا يمكن، لا يمكن باش تقبلوا ان هاد القومجيين العروبيين المستعربين يجيو يهينوكم بهذه الطريقه. هذه هانوهم منطقه عبده، منطقه اسفي، بسيارات رباعيه الدفع وجراو على الناس من الاراضي ديالهم. هانوهم في جامعه مكناس، هانوهم في جامعه بن زهر في اكادير، هانوهم وما زال الامازيغ، وهانوهم حتى في وجده، وما زال الامازيغ يقبلون هذه الاهانه. والامازيغ عندهم اغلبيه في المغرب، وفي اخر المطاف غادي يدعيو بان يا الدعوه للصراع طائفي ولا صراع عنصري ولا لا. لا يمكن، انتم ضيوف، ضيوف، يعني خصكم تقبلوا بانكم انتم ضيوف عند الامازيغ، ماشي انتم اللي عندكم قرار باش تحكموا، انتم غير ضيوف. وشكون هو اللي الان في هذا العالم وفي هذا الوضع وفي هذا الواقع اللي وقع في العالم، شكون هو الحيوان، انا تنسميه حيوان، في المغرب اللي مازال تيدعي بالقوميه العربيه؟ شنو هي القوميه العربيه؟ شنو هي المرتكزات ديالها؟ شنو هي الاسس ديالها؟ شنو هي الاهداف ديالها؟ شنو هي الاستراتيجيه ديالها؟ شنو هو المبتغى ديالها؟ شنو غنوصلوا بالقوميه العربيه؟ ومع من سنبني القوميه العربيه؟ مع سليمان ديال السعوديه؟ مع السيسي ديال مصر؟ مع اليمنيين اللي تيدمرهم محمد السادس خدمه للسيادة السعوديين؟ مع نصر الله في لبنان؟ مع بشار الأسد اللي تقتل الأطفال والصبيان والأطفال؟ يعني الإنسان ما يستحييش كاع، ما يحشمش، ما يخشيش راسه في التراب إلا ما زالت يدعي القومية العربية. القومية العربية انتهت، انتهت القومية العربية، انتهت مع عهد جمال عبد الناصر. كونوا صراحة، نهار جمال عبد الناصر كان في مصر، ونهار جمال عبد الناصر مشى والسادات حل المكان ديالو، القومية العربية انتهت ويجب أن تنتهي نهائيا. يعني من لا زال يدعي بالقومية العربية في المغرب فهو متخلف، جاهل، لا يعرف شيء. القومية العربية مع من؟ مع الكويت، مع الإمارات، مع قطر، مع مغتصبي الأطفال؟ القومية العربية
هو استقطاب العرب لاغتصاب اخواتكم وامهاتكم وبنات عمامتكم واخواناتكم. هذه هي القومية العربية. الانسان يستحي الانسان باش يرفع شعار القومية العربية الان في المغرب او في شمال افريقيا. يستحي المرء باش يرفع شعار القومية العربية. وانا ما فهمتش القومية العربية في ظل التدهور العربي، في ظل الانهيار العربي. والعرب لم يوجدوا في اي تاريخ وفي اي زمان، وما اعطوا المجتمعات وما اعطوا الانسانيه اي شيء، ما اعطوا الا الدمار والخراب باش يجي عاد الانسان يتبنى قوميه عربيه ويهين اهل البلد الاصليه. هذه اشياء لا يقبلها العقل، لا يقبلها العقل، ولا يجب ان تفوت على احرار الامازيغ، لان الامازيغ مطلوب منكم أن تدافعوا على شرفكم وعلى كرامكم وعلى وجودكم وعلى أرضكم وعلى هويتكم وعلى لغتكم بالسيف والسلاح. نحن لا نريد أن ندخل في هذه المعادلة وفي هذه المواجهة. الدكتاتورية العلوية تجر المجتمع المغربي إلى الدخول في هذه المواجهة، ولكن الأمازيغ شعب متسامح، شعب قبل بكل الشعوب التي احتلت وتعامل مع كل الشعوب التي احتلت، ولم يهان في أي مرحلة تاريخية كما أهين الآن من قبل المستعربين القومجيين والديكتاتورية العلوية. تستعمل هذا الأقنان وهذا العبيد وهذا بقايا عبيد البخاري وتنسبهم إلى البوليزاريو. البوليزاريو إذا كان البوليزاريو يطالب بقيام ما يسمى بالجمهورية العربية الصحراوية فذلك شأنه. سنواجهه بطرق دبلوماسية، بطرق الاحترام وبطرق تبادل الأفكار والنقاش والحوار. ولدي أصدقاء من البوليزاريو يحترمونني وأحترمهم وأتبادل معهم الأفكار والآراء، ولكن لن أقبل أبدا أن يأتي واحد باسم البوليزاريو وأن يهاجم الأمازيغ في أرضهم. إذا كان البوليزاريو يدافع عن أرضه فأرضه ممتدة من العيون إلى الجزائر، يعني ليس من أكادير. أن يدخل البوليزاريو إلى أكادير ويهين أمازيغ أكادير فهذه أشياء لا يمكن أن يقبلها الإنسان. يعني بأي منطق يمكن أن نقبل هذه الإهانة؟ وإلى متى سنتحمل هذه الإهانة؟ ولكن الغرض والهدف والاستراتيجية تخدم الدكتاتورية العلوية، لأن في آخر المطاف هاد المستعربين، هاد القومجيين، هاد الصعاليك، أسميهم الصعاليك وأتحمل مسؤولية تاريخية في هذا المصطلح، لأنهم يهاجمون الأبرياء. وقوة العنف والعنف لا يمارسه إلا الجهلاء. العنف لا يصدر إلا ممن ليس لديهم ما يقدمونه للبشرية. هؤلاء هم من يتبنون العنف. أما كل المشاكل تحل بالحوار وبالنقاش وبتبادل الآراء وبالإقناع والاقتناع، ليس بالعنف. ولكن أن تمارس العنف في بلد أنت لست منه، يعني إحنا لن نمارس العنف هنا في هولندا، لن نفرض أفكار أو أراء أو أي شيء على الهولنديين، لأننا نحترم الهولنديين ونحترم هولندا ونحترم الأصليين ونحترم أهل البلد، ونحن ضيوف نعترف بها رغم أننا نحمل جوازات سفر هذا البلد. ولكن أن يأتي بوليزاريو، أنا أشك في هذه كلمة بوليزاريو، لأن العلويين يسمونهم بوليزاريو لبعث رسالة للغرب بأننا نعطي حقوق للبوليزاريو كي يتصرفوا في أي شيء، ونتسامح معهم ونغض الطرف حتى عن جرائمهم داخل الوطن. يعني هذه رسالة، يعني هذه رسالة لا تخدم البوليزاريو أصلا. هذه رسالة تدوين جرائم البوليزاريو وإهانة وإرهاب البوليزاريو للمواطنين الأصليين. في آخر المطاف العلويين سيستخدمون هذه الأشياء ضد البوليساريو. يعني كل من يدعي أنه قومجي عربي
أو يدافع عن استقلال الصحراء، أو يدافع عن البوليزاريو، ويهاجم الأمازيغ في عقر دارهم، فاعلم أنك تخدم أجندة الدكتاتورية العلوية، أنك تخدم مصالح الدكتاتورية العلوية، وأنه سيأتي اليوم الذي ستؤدي فيه الحساب، وسيكون حسابك عسير. حسابك عسير. وتحية نضالية كي لا أطيل عليكم، تحية نضالية للأمازيغ الأحرار. إن هذا يدمي القلب، ما يقع للأمازيغ في الواقع يدمي القلب، يسيء لنا، يهيننا، يمس من كبريائنا ومن كرامتنا، ولن نقبل به ولن نرضى به. لدينا أعداء كثر، أعداء كثر. الدكتاتورية العلوية عدو، فرنسا عدو، إسرائيل الموساد الإسرائيلي الذي يساعد الدكتاتورية العلوية أعداء، الكونغرس الأمريكي الذي يساعد الدكتاتورية أعداء، البوليزاريو الذين يهينون الأمازيغ أعداء، القومجيون أعداء، خنازير الخليج أعداء، للأمازيغ أعداء وأعداء وأعداء. ولكن لا تسمحوا ولا تتسامحوا في حقكم، لأن الأرض والحق والكرامة والهوية هوية شمال أفريقيا والأمازيغ، وستبقى أمازيغية إلى الأبد إلى الأبد إلى الأبد، والخزي والعار لكل من يعتقد العكس. وتحية نضالية.